استقبل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بقطاع الحماية المجتمعية وفدا ضم عددا من ممثلي وزارتي الداخلية والخدمات التصحيحية المعنية بإدارة مؤسسات الإصلاح والتهذيب بدولة جنوب أفريقيا، حيث تفقدوا مرافق ومنشآت المركز وبرامج إعداد وتأهيل النزلاء. وفي سياق متصل وإدراكا لأهمية الدور التكاملي والريادي لمصر لدى الأشقاء من الدول الأفريقية، فقد استقبل قطاع الخدمات الطبية وفدا من وزارة الداخلية السودانية للاستفادة من التجربة المصرية المتصلة بإدارة المؤسسات العلاجية الشرطية. مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، منشآت متطورة وبرامج إصلاحية واجتماعية لتأهيل نزلائها وفقا لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأصبحت تلك المراكز وجهة لزيارات محلية ودولية للاطلاع على هذه البرامج وتلك المنشآت. فقد استقبل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وفدا من ممثلي وزارتي الداخلية والخدمات التصحيحية المعنية بإدارة مؤسسات الإصلاح والتهذيب بجنوب أفريقيا، حيث تفقدوا خلال الزيارة عددا من منشآت ومرافق المركز، في المقدمة منها المركز الطبي وتجهيزاته المتطورة. وشملت الزيارة مبنى التأهيل الفني والتعليم المهني الذي يضم فصول تعليمية وهوايات ومشغولات يدوية. كما تفقدوا عددا من المرافق المستخدمة في تأهيل وإصلاح النزلاء، منها مصانع الأساس ومناطق الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني. البرامج المطبقة داخل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون تهدف إلى إعادة دمج النزيل في المجتمع مع الالتزام بالضوابط والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. وفي سياق متصل وتأكيدا على أهمية الدور الريادي لمصر والحرص على دعم أشقائها في كافة المجالات الأمنية، وقد استقبل قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وفدا من وزارة الداخلية السودانية للاطلاع والاستفادة من التجربة المصرية المتصلة بإدارة المؤسسات العلاجية الشرطية. تفقد الوفد خلال الزيارة عددا من المراكز الطبية التابعة للوزارة، من بينها المجمع الطبي بالقاهرة الجديدة، مستشفى مدينة نصر، ومركز هيفن للعلاج الطبيعي بمدينة 6 أكتوبر. وقد أثنى الوفد على التجهيزات الطبية الكبيرة الموجودة بتلك المراكز والتي تعد صروحا طبية متميزة، وكذا إعداد الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية والتي تقوم على توفير الرعاية الصحية داخلها. بشكل عام يعني كل اللي شفناه بصراحة على مستوى عالي وعالمي ومواكب ومتطور من كل النواحي، بالذات العنصر البشري، سبل التشخيص والعلاج في المستشفيات وزارة الداخلية المصرية. ونشكرهم شكر جزيل على كرم الضيافة والاستقبال وعلى إتاحته لنا أننا نطلع على كل التجارب إن شاء الله، والتي إن شاء الله سنستفيد منها كثيرا. شاكرين ومقدرين للاهتمام البالغ إخواننا في وزارة الداخلية المصرية، وإن شاء الله إحنا عازمين نحو مزيد إن شاء الله من التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم إنساننا في البلدين الشقيقين إن شاء الله. زيارات تأتي تأكيدا على تدعيم أواصر التعاون في كافة المجالات ذات الصلة بالعمل الأمني مع الدول العربية والشقيقة، والرغبة في الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.